هاشتاج رأس الساعة الأعلى تداولاً على تويتر بعد دقائق من المنشور اللي أصدرته وزارة الكهرباء على صفحتها الرسمية علشان تحدد فيه مواعيد فصل الطيار عن المواطنين، وده تنفيذ لخطة تخفيف الأحمال اللي بتتتبعها الوزارة بقالها كام يوم. منشور الشركة القابضة للكهرباء مصر جه فيه إنه بيتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال طبقاً للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة إنه بيتم البدء في انقطاع الكهرباء بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وإنه ضروري ما تزيدش مدة فصل الكهرباء عن ساعة واحدة. وكمان حذرت المواطنين من استخدام الأسانسير في الفترة دي بالذات اللي هيتم فيها قطع التيار، وده حفاظاً على حياتهم وسلامتهم. كمان الشركة نوهت في منشورها بأنه هيتم تفعيل برنامج انقطاع الكهرباء بدءا من منتصف ليلة السبت 22 يوليو، لكنها ما حددتش ميعاد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال وعودة الشبكة لطبيعتها. الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال إن برنامج تخفيف الأحمال اللي لجأت للوزارة كان بسبب موجة الحر الشديدة اللي أدت لزيادة الحمل على استخدام الكهرباء، وطبعا طمئن المواطنين بأن عملية تخفيف الأحمال هتنتهي خلال يومين أو ثلاثة بالكثير. وقال الوزير في تصريح لصدى البلد إن الوزارة ما لجأتش لخطة تخفيف الأحمال بسبب وجود عجز في الإنتاج زي ما بيتقال، لأن الشركة عندها فائض بيصل ل 10,000 ميجا وات، لكن نتيجة الارتفاع الكبير في درجة الحرارة أدى الارتفاع في استهلاك الكهرباء، وده تسبب في خفض ضغط الغاز في محطات إنتاج الكهرباء. ووضح الوزير إنه بيتم بقدر الإمكان مراعاة التوزيع العادل في فترات قطع التيار على مختلف المناطق علشان خاطر المواطنين. مصر بقالها كام يوم بتشهد انقطاعات في التيار الكهربائي، وده تسبب في شكاوى كتير من المواطنين بسبب الانقطاعات الطويلة والمتكررة، وده اللي خلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي يكشف في اجتماع مجلس الوزراء انه تم البدء من يومين في تخفيف احمال الكهرباء نتيجة الموجة الحارة الشديدة اللي بتشهدها البلاد حاليا وزيادة استهلاك الطاقة الكهربية بصورة كبيرة، وده انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز اللي بيستخدم في انتاج الكهرباء وحصول ضغط شديد على الشبكات، وبالتالي انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، وإنه هيتم الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب لحد منتصف الأسبوع علشان تعوض الشبكة نقص الغاز.